السلام عليكم. بهذا البارت في عنا بهذا الاكسرسايز 35 بيج 108 in a class we have 60% of our girls, 60% of the students are girls, 40% are boys, and 20% of the girls do sport, 30% of the boys do sport. A student is chosen at random. سحبنا تلميذ عشوائيا. السؤال, what is the probability that he does sport? شو الاحتمال انه هذا التلميذ بيعمل سبورت؟ شو بنعمل هلا نحن هون بهاي الحاله؟ يعني معطيني جيرلز وبويز, بقلب الجيرلز وبقلب البويز في عنا حدا بيعمل سبورت حدا ما بيعمل سبورت. بهاي الحاله بنعمل تيبل. اسهل شيء رح نعمل تيبل. شو بنحط بقلب التيبل؟ مثلا هون جيرلز, هون بويز, هون دو سبورت, هون does not أو do sport و do not do sport. طيب does not, خلينا نقول does و does not. الgirls كمان هون في total, بدناش ننسى total. هون total مش معطيني total number of boys girls, معطيني total, معطيني percentage. هون بعرف total percentage رح تكون 100. معطيني البرسنتج للجيرلز هن البرسنتج للجيرلز هن 60, البرسنتج للبويز هن 40. معطيني 20% of the girls, 20% of the girls do sport, يعني 20% of the girls do sport. هوتا مع ال مع الداز هون. وعنا 30% of the boys كمان هون مع البويز, بحطها مش هون لانه هيدي لا داز نوت فوق لا داز. 30% of the boys do sport يعني بيعمل رياضه, فهم نحط ماشي. اكيد التوتال لهيدي شو رح يكون 50. هلا صار فيني اعرف كمان هيك 50 بلس شو بيطلع هون 100. فيني اعرف هيدي انه هيدي 100 ماينس 50 اللي هي 50. 100 ماينس هيدي بيطلع 50 لانه هول جمعهم لازم يكون 100, هول جمعهم لازم يكون هيدي جمع لازم يكون 40, يعني هيدي 10. 40 minus 30 equal 10. كمان هول جمعهم لازم يكون 60, يعني هيدي 60 minus 20 اللي هي 40. وإذا بتشوفوا كمان 40 plus 10 هي 50, صح 100%. هلا بنجي لنجاوبه على الأسئلة. بده probability إنه this student do sport. شو probability إنه هذا التلميذ بيعمل رياضة؟ probability اللي يعمل رياضة هي a number of students do sport على total number of students. Probability that this student do probability the student does sport say a number of students do sport على total number of students. ماشي. هلا هون اكيد عم نشتغل percentage, رح يكون percentage of students do sport على total percentage اللي هي 100 equal, تحت رح يكون في 100 ال percentage of students do sport. خلينا نطلع بالdo sport, هاي do sport او does sport قديش هن؟ 50 على 100. شو بيطلع الجواب؟ half. هذا كل شيء, يعطيكم العافية.